نشرة منتصف الليل نقدمه لكم من تلفزيون لبنان. مساء الخير. منذ شهر بالتمام بأول الأسبوع الأخير من أيار الماضي، تم تكليف الرئيس سعد الحريري تأليف الحكومة اللبنانية الجديدة، وفي الأسبوع الأخير من هذا الشهر حزيران تزداد سرعة دوران المحركات السياسية والاتصالات من أجل الوصول إلى تأليفة حكومية يعرضها الرئيس المكلف على رئيس الجمهورية، في ظل استمرار الاندفاع الإيجابي الراجح نسبيا على الكفة السلبية، مع استمرار العمل لحل العقدتين المسيحية والدرزية ثم البناء على الأمر مقتضاه. بورصة المواقف الداعية إلى الإسراع بتأليف الحكومة تسجل صعودا ملحوظا، وكذلك متوازيا مع التحوط الاقتصادي الاجتماعي من جهة، والتنبه من جهة ثانية للتطورات والخطط الإقليمية التي تحاك تحت ما يسميه ترامب صفقة القرن، وما يبشر به صهره كوشنار بقرب إعلان الصفقة المريبة. واليوم برز وفي شكل مضطرد إلحاح من البطريرك الراعي في دعوته إلى الإسراع بتأليف حكومة من أجل المواطن وحاجته، وليس للمحاصصة بأشخاص عاديين يعبئون الخانات الوزارية في الحكومة الجديدة، رافضا استثناء أحد من التمثل فيها. في الغضون لفت موقف للدبلوماسي السعودي وليد البخاري، الذي أعلن فيه أن لبنان حقق معايير أمنية عالية، ولذلك يجب على المملكة إعادة النظر بسياحتها إليه. إذن البطريرك الراعي وفي قداس مار يوحنا الرحمة الإلهية في بكركي أبدى أسفه للتعثر بتأليف الحكومة، عاكسا رفض المواطنين لتعبئة الحصص بأشخاص عاديين، وداعيا إلى تمثيل الجميع من دون استثناء وبوزراء أكفاء. من جهة ثانية طلب الراعي بإخراج مسألة النازحين من أي معطل سياسي وحصرها بجوهرها فقط، وليست السلطة والمشاركة فيها للمكاسب الشخصية، بل لتأمين الخير العام بكل تفان وتجرد ووعي ومعرفة ومهارة وكفاءة. إننا في كل يوم ننتظر ولادة الحكومة الجديدة، وهي مع الأسف كما يبدو ما زالت تتعثر. إن الشعب لا يريدها مؤلفة من أشخاص عاديين لتعبئة الحصص وتقاسم المصالح وإرضاء الزعامات، بل يريدها الشعب والدول الصديقة الداعمة للبنان والمشاركة في مؤتمرات روما وباريس سادر وبروكسل. يريدونها كلهم حكومة مؤلفة من وزراء يتحلون بالكفاءة والتكنوقراطية والمعرفة وروح الرسالة والتجرد والأخلاقية والتفاني. وإذا كان لابد من تمثيل للأحزاب والأحجام فليكن على هذا المقياس، ويجب عدم إهمال الأكثرية الباقية من خارج الأحزاب والأحجام النيابية، وفي صفوفها شخصيات وطنية رفيعة يجب أن تكون هي أيضا جزءا أساسيا في الحكومة العتيدة. رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون واللبنانية الأولى شاركا الرهبانية الأنطونية في قداس دير مار يوحنا المعمدان القلعة الأثري، داعيا اللبناني لأن ينهلوا من رسالة هذا الدير العابق بروح الشهادة. بعد غياب قصري طالت مدته 28 عاما لم ترتفع فيها الصلوات في الكنيسة الأثرية لدير مار يوحنا المعمدان في بيت ميري بعد أحداث 13 تشرين الأول عام 1990، شارك رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون واللبنانية الأولى سيدة نادية شامي عون الرهبانية الأنطونية ورهبان الدير في القداس الاحتفالي بهذه المناسبة، ولمرور 250 سنة على بناء كنيسة الدير الأثرية. احتفل بالقداس الرئيس العام للرهبانية الأباتي مارون أبو جودة وعاونه رئيس الدير المدبر الأب مارون برحال، الذي ذكر قبل بدء القداس بتاريخ هذا الدير الشاهد على العنفوان الوطني خصوصا خلال الثورات عام 1990. لن ننسى كل الذين قدموا حياتهم فدية على أرض هذا الدير للدفاع عن هذه المبادئ. وهنا لابد أن أذكر أخوين الأبوين المغيبين
ألبير شرفان وسليمان أبي خليل مع مدنيين وجنود في الجيش اللبناني. كل هذه الوجوه ما زالت مضيئة في وجداننا وضمائرنا. الأباتي أبو جودي وفي خلال عظة القداس أكد أن الدير دفع فاتورة الانتماء للوطن مخاطبا الرئيس عون. ويسرني فخامة الرئيس أن أتمنى لكم التوفيق في إدارة البلاد، وقد أعطيتم أكثر من مثل على تقديم خير الأمة على خيركم الشخصي، واعتليتم على الصغائر لإرساء رؤية واسعة للبنان، ونطمح لأن نرى الجميع يقومون بالخطوة ذاتها من أجل صالح الوطن وأبنائه. وبعدما قدم للرئيس عون أيقونة سيدة القلعة الأثرية المحفوظة في الدير، دون رئيس الجمهورية كلمة في السجل الذهبي دعا فيها اللبنانيين إلى أن ينهلوا من رسالة هذا الدير العابق بروح الشهادة من أجل الانتصار على عوامل الخوف والتردد والتباعد. الرئيس عون وفي مشاركته في مأدبة المحبة العائلية استعاد ذكريات كانت خلالها الرهبانية الأنطونية وهذا الدير سندا للجيش في مرحلة تاريخية يجب أن يعرفها كل لبناني، لأن من ينسى يكرر الأخطاء. وزير الاقتصاد رائد خوري يتوقع قرارا سعوديا أن يبصر النور لتشجيع أعداد كبيرة من الرعايا السعوديين على المجيء إلى لبنان. وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري رأى أن مبادرة القائم بالأعمال السعودي وليد البخاري في اليوم العالمي لمكافحة المخدرات بمسيرة الدراجات النارية التي انطلقت من بيروت ووصلت إلى الشوف تعطي رسالة للخارج أن لبنان آمن وأن طبيعته جميلة من أجل التشجيع على المجيء إلى لبنان، مشيرا إلى أن هناك تغيرا في المقاربة السعودية الخليجية حيال لبنان على أمل أن يرفعوا الحظر عن رعاياهم كي يتشجعوا على المجيء إلى لبنان، وأوضح أن هناك قرارا سعوديا من المفترض أن يبصر النور قريبا في هذا الاتجاه. وشدد الوزير خوري في حديث تلفزيوني على أن لبنان بحاجة لعملة صعبة لتحريك اقتصاده بواسطة السياح، مع الحرص على عدم الاعتماد كليا على القطاع السياحي، إذ علينا توزيع مصادر عيشنا في الاقتصاد اللبناني وفي النمو بدل الاعتماد كليا على نظام تحويل الأموال من الخارج لنشتري بها عقارات فتستدين منها الدولة اللبنانية، وهي دورة اقتصادية ريعية وغير صحية. وكشف أن العجز من الموازنة 20% منه يأتي من قطاع الكهرباء، وغير مقبول أن تستمر المناكفات السياسية لعدم تأمين الكهرباء 24/24 في ظل التكنولوجيا المتقدمة بالكهرباء. كما كشف أن الحكومة اتخذت قرارا لوضع رؤية ودرس خطة اقتصادية للخروج من أزمتنا وهي تجري بالتعاون مع شركة ماكنزي، إشارة إلى أن البخاري لفت إلى أن لبنان بلد آمن وحقق معايير أمنية عالية، وبموجب ذلك يجب إعادة النظر في سياحتنا. المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان جال في منطقة بعلبك الهرمل على رأس وفد علمائي من المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى ضمن مساعيه الرامية إلى إصلاح ذات البين ونبذ عادة الثأر، وتقدم الوفد بالتعازي إلى آل جعفر وآل الجمل، وأكد أن المشكلة في المنطقة ليست بالطاقات والحكمة والتعقل بل بكيفية استخدام هذه الطاقات، مطالبا الدولة بتحمل مسؤولية تأمين الإنماء وفرض الأمن والأمان. نحن نطالب الدولة اللبنانية أن توجد أن تنوجد في بعلبك الهرمل بكل مقوماتها على النحو الخدماتي وعلى النحو الإنمائي وعلى النحو الأمني. هذا أمر لا كلام فيه، والسعي لازم يكون على هذه النقطة بالأخص. بما عندنا مثل الحمد لله رب العالمين، علماء فيه، مثقفين فيه، طب السؤال ليش عم يتخرج عنا أجيال للأسف عم تخرب سيطنا وعم تخرب سمعت، ورايحين نكفي نعزي آلنا آل جعفر وآل جمل، بس من المعيب انه نحن نقضيها انه فتنا نعزي وسعينا لصلح مع العائلة الفلانية ومع العشيرة الفلانية. لازم نكبر على هذه الأمور، لازم يصير عندنا وعي على هذه الأمور.
أقامت حملة جنسية كرامة اعتصاما في ساحة رياض الصلاح لإعطاء المرأة اللبنانية حقها في منح الجنسية اللبنانية لأبنائها بحضور عدد من الجمعيات الناشطة في هذا المجال. والنائبة بولا يعقوبيان رئيس الحملة مصطفى الشعار قال: نلتقي استنكارا لمرسوم التجنيس وتهميش أبناء الأم اللبنانية المتزوجة من أجنبي ومكتومي القيد وقيد الدرس. بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، نظمت سفارة المملكة العربية السعودية نشاطا رياضيا سياحيا بيئيا في منطقة الشوف، بحيث كانت جولة على الدراجات النارية بمشاركة عدد من السفراء والدبلوماسيين وممثلي البعثات الدبلوماسية. تقدمهم القائم بأعمال السفارة السعودية وليد البخاري ورافق الوفد في جولته وكيل هارلي دايفيدسون في بيروت، وكانت له محطة في دير القمر وفي قصر المختارة، بحيث كان في استقبالهم رئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط والسيدة نورة جنبلاط والنائب وائل أبو فعور. البخاري أوضح أن مبادرة المملكة تهدف إلى توعية المجتمعات حيال أضرار المخدرات، شاكرا دار المختارة على استضافة المبادرة، مثنيا على رسالة المنطقة الرائعة في طبيعتها. وكانت جولة للوفد في أرجاء القصر للاطلاع على معالمه التاريخية. نشرتنا مستمرة لكن بعد الفاصل. وأردوغان رئيسا جديدا لتركيا. أحييكم من جديد. في تركيا أشارت المعلومات إلى أن حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي ينتمي إليه الرئيس رجب طيب أردوغان حصل على تأييد أكثر من 50% بعد فرز 90% من الأصوات في الانتخابات البرلمانية التركية. وذكرت القنوات التلفزيونية أن حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة حصل على 22.3% من الأصوات. متحدث باسم الحكومة التركية أعلن فوز أردوغان في انتخابات الرئاسة، فيما قال متحدث باسم حزب المعارضة الرئيسي في تركيا إن الانتخابات الرئاسية تتجه لجولة ثانية بناء على بيانات الحزب. في وقت أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن الشعب قد انتخبه وأنه رئيس جديد لتركيا. والطبع أجواء المونديال والعانة دائما على شاشة تلفزيون لبنان. بهذا الخبر نأتي لنهاية هذه النشرة. فريق العمل وأنا نشكر لكم حسن المتابعة. تصبحون على خير.